انا ابو المير نعيمه، كنسكن في حي مولاي رشيد، الزنقه واحد رقم 24، مجموعه 5. راجلي كان خدام في السالميه، ربع عليه حيط، وبقيت انا ضحيه ديال هاد المشكل. 3 سنين، مده 3 سنين دابا. خلى لي 4 البنات، صغيره عندها 6 سنين، كبيره عندها 17 عام. انا اللي مسؤوله بهاد الوليدات، ما كاينش شي واحد غادي يجي يدق عليك يقول لك. يعني سمن عمامهم تخلاو عليهم، ما كيسوليش فيهم حتى في التليفون ولا. انا اللي مسؤوله ومريضه، عندي اكتئاب، مرض نفساني. ما كنتش كنخدم، ما كنت كندير والو. يعني كنمشي عند شي وحده كتحرص عليا نهار كامل، تعطيني 50 درهم، كنجي كنبكي، كيبقى فيا الحال. وانا مريضه ماشي متبعه الدواء، ما بين التدويزه والدواء خصني 8000 في الشهر. دابا ما بقاش كنقدر نخدم كاع ملي الدواء اثر عليا. يعني كنغيب بعض المرات يومين 3 ايام، كنبقى مغيبه في هذه البلاصه. بناتي ما كنلقاش اللي يقابلهم ليا، وليت كنمرض بزاف. حتى كنلقى راسي بعض المرات في السبيطار، حتى كيعيط با ولا بيلانس كتجديني، حتى كتقول لي واحد البرعده كنفيق. كيعاونني با راجل كبير مسكين، مع الدوله التقاعد لا والو، كيدوروا معاه غير ولادو. هو خاص لي يعاونوه، هو اللي شرى لي العيد وما عندوش، هو بقى بلا عيد وشرى لي انا العيد، وما عيطش وانا شرى لي العيد. كنمشي نخدم، كنت كنبيع الديطاي حدا مدرسه ابو قاسم الزياني، كنت كنبيع الديطاي تما الشتا وانا مغطيه بميكا. يعني كيدوز شي واحد كيقول لي عاودي لي الظروف اللي لاحتك بحال هكا، كنبدا نعاود ليه، كنبقى فيه. كاين شي واحد كيدور معايا اللي كيعرف الظروف ديالي، كيدور معايا. وهادي واحد النهار جا عندي قال لي مالك اختي الشتا عليك وهادي، قلت له راه عندي 4 البنات، راه ما نقدرش نمشي الا ما ديت لهم ما ياكلوا. قال لي هاك يضرب 1000 ريال وسيري تستريحي اليوم. انا بقيتي فيا، قال لي ما قدرتش نشوفك في هذه الحاله. والشتا كنجي كلي كنكثر، كلي كنكثر بالماء، وعاد البيت كله كيكثر. درت لي باص، الباص قدام ما لقاش باش نشريه، 2400 ما لقاش باش نشريه. المشكله عندي، المهم عانيت بزاف، عانيت، مرضت، تكرفست. بنتي كبيره عندها 17 عام، يعني بهادشي اللي وقع علينا صدقت ضربه وجهها، خاشي قرعه في وجهها، تشرق ليها وجهها. دابا ولا عندها مرض نفساني، كضرب حالتها وهادي. المهم تي عانات ازمات، يعني كيفاش كان باها ما كانت كتخصهم حتى شي حاجه، ما نكذبش على الله. كان مسكين كيعافر وكيجيب لهم، كان خدام ب 4000 ريال النهار. هاد السيد وعدني بزاف، قال لي يعني غنبقى نساعدك، غنبقى نعاونك. وفي الاخر تخلى عليا، انا سمحت ليه ما تابعتوش. قلت لي ماشي انا ولادي تيتموا ليا، وانت تنيتم لك ولادك في الحياه، ما تعطينيش نفسي وما غنعش. وسنيت في الكوميسيريه وقلت له ما السيد انا ما بغاش نتابعه. وجات مرتو لحت لي الوليدات صغار هنا وانا لابسه حق الله، وقالت لي اختي شوفي، شوفي اختي من حالي، وهاد الوليدات صغار وما يقدروش يعيشوا بلا باهم. قلت لها شوفي الشوكه اللي دوكك من جهتي ما كايناش. دابا مريحه ما كنقدرش، دابا غير مريحه ما كنقدرش نخدم، كنشرب الدواء. يعني الدواء كيغيبني، الا خدمت نغيب في شي بلاصه اش غيديروا لي دوك الناس؟ ما عندهم ما يديروا، غيتخلعوا، غنولي في مشكل اكثر. دابا كيوصل رمضان، كيوصل رمضان انا كنلقى مشكل، كيوصل العيد الكبير كنلقى مشكل، كيوصل الكتوبه كنلقى مشكل، في اي حاجه كنلقى مشكل. مازال الطبيبه كتعامل معايا، حنان القرش كتعامل معايا الله يجازيها بخير، كدوز ليا فابور تقول لي الدواء اللي كان عندي غنعاونك فيه، ما كانش عندي ما بيديش عليك، ما غنقدر ندير معاك والو. المهم التدويزه كدوز ليا مسكينه فابور، ما نساش الخير ديالها صراحة، كل صراحة. نداء كنقول للمحسنين، انتم شفتوا الحالة اللي انا عايشة فيها، وراه ماشي كذبت عليكم، الحالة توريكم هذا البيت فيه كل شيء، أي حاجة راه في هذا البيت. والشتا كتدخل عليا، يعني غير هذا الفاصل اللي ما كتدخلش ليه الشتا هو اللي كنعس فيه بنياتي، كنصافهم وأنا كنبقى باركة فوق السادة. حتى الصباح الحال كنبات نقل في الماء الخارج بسطولة، وكنصبح وجهي منفوخ معانا مريضة، خصني ضروري نرتاح، وما كنرتاحش ديما كنلقى المعاناة في الشتا، كنعيا خاصني نبقى نقل ونخرج بسطوله. يعني الماء كيضرب ليا حتى ليا، شي يكون عندها بيت وكوزيني ويكون ديالتي، ننبت هو تمحن معايا وراجل كبير وما مابقاش فيه الصحه، ومسكين كيدوروا معاه وليداتو، ومسكين كيعطيني. ملي كنقول لي برا ما لقيت ما نوكل لولادي، بعض المرات كنبقى 3 ايام بلاش، ما كانش كيجي يدق عليا ويقول لي هاكي، وكنبقى كنهز من الكريدي من الحانوت وادي ونوكلهم. ولكن في الاخر حسيت براسي عييت، ما بقاش قديت، عييت لحق الصحة ما بقتش عندي، عييت المرض حطمني. يعني حسيت براسي عييت، والزمان صعيب،
ما كنتش كنصحاب ليا راسي انا الزمان صعيب بحال هكا، زمان صعيب ما قدرتش، يعني ربعه البنيات راه ماشي ساهلين بوحدي معفيه من حاجه. الموضوع خوتي الله يجعل ربي يسهل عليهم وخلي لهم وليداتهم، ما كنخلصش معاهم الموضوع. يعني راني ما قديتش ورا الزمان صعيب، انا ما قديتش، ماشي ما بغاش نهز ولادي، انا ما قديتش، الزمان راه غلبني وبوحدي ما كاينش اللي معاوني، يعني عمامهم وتخلاو عليهم. وكنقول لهذا السيد اللي مات عنده راجلي حن شويه ورجع الذاكره لله، ورا شوف هذا الانسان اللي كتهضر، يعني واحد النهار وقفت معاك وخرجتك من السجن رغم الناس قالوا لي لا ما تسمحيش لي وادي، وقلت لهم لا ما نخرجش لي على ولادي وبقاو مشردين في الزنقه.